مرحبا بكم. في هذه الحلقة ستشاهدون مجموعة من الصور التاريخية المدهشة، مشاهدة ممتعة. الآثار المصرية. البداية ستكون من مصر، وتحديدا مع تمثال أبو الهول. قبل 150 عاما كان مظهر التمثال مختلفا تماما، حيث كانت الرمال تغطي كل جوانبه مما جعل تسلقه سهلا. أما اليوم فإن تسلق التمثال مستحيل، والسبب ليس صعوبة ذلك وحسب، بل إن القانون يمنع تسلق تلك الآثار. في السابق كان من الممكن تسلق الأهرامات أيضا، والعديد من الصور تثبت الأمر، حتى الوصول إلى قمة هرم خوفو لم يكن أمرا ممنوعا. أما اليوم فعقوبة تسلق الأهرامات يمكن أن تكون غرامة مالية كبيرة، وربما تصل إلى السجن. صور أخرى قديمة من مصر تظهر فيها بعض التماثيل التي تعود للقرن العاشر تقريبا. سابقا كان من السهل اكتشاف قطع أثرية جديدة هناك، لكن اليوم أصبحت تلك القطع الأثرية غير المكتشفة نادرة. قناع المنقار. منذ حوالي 100 عام انتشر وباء إنفلونزا الإسبانية بسرعة، ومن أجل منع انتقال العدوى ارتدى البشر أقنعة مخروطية الشكل مثل المنقار. في ذلك الوقت توفي أكثر من 100 مليون شخص بسبب الإنفلونزا الإسبانية، وذلك أكبر من عدد ضحايا الحرب العالمية الأولى التي ظهر الوباء بعد نهايتها. بعد سنوات قليلة انتشر فيروس إنفلونزا مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية. كان الوضع خطيرا لدرجة أن الجميع كانوا يرتدون الأقنعة، بما في ذلك الممثلين أثناء تصوير الأفلام. الهالوين. إنه الاحتفال المفضل لدى عديد شعوب العالم، لكن البدلات التنكرية التي نراها اليوم ليست مخيفة على الإطلاق مقارنة بهذه البدلة التنكرية من عام 1917، إنها مخيفة بالفعل. أينشتاين. الصورة الأشهر للعالم أينشتاين هذه الصورة التي يخرج فيها لسانه أمام الكاميرا، لكن هناك صور أخرى له، ومن بينها صورته مع مجموعة من الهنود الحمر. نتساءل عما إذا أخبرهم عن نظرية النسبية حينها. وهنا صورة أخرى لأينشتاين مع طبيب يحاول دراسة دماغه باستخدام جهاز التخطيط الكهربائي للدماغ، وعلى الرغم من أن العلماء لم يكتشفوا سر ذكاء هذا الرجل إلا بعد وفاته وتشريح جثته، إلا أن ذلك السر أذهل الجميع، حيث إن الجزء المسؤول عن النمذجة ثلاثية الأبعاد وغيرها من الحسابات الرياضية لديه كان أكبر بمقدار 15% مما هو عليه لدى الأشخاص العاديين. تمثال الحرية. إنه أحد أشهر رموز الولايات المتحدة الأمريكية، لقد اعتدنا على رؤيته، لكن في هذه الصورة نرى كيف تم تجميع التمثال في باريس عام 1884. ربما تسمعون هذه المعلومة للمرة الأولى، لكن تمثال الحرية هو هدية من السلطات الفرنسية للولايات المتحدة الأمريكية. النصب التذكاري على جبل راشمور. إنه يمثل مجموعة من أبرز رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذه الصورة نرى كيف يقوم أحد النحاتين بنحت عين أحد الوجوه دون أدنى احترام لإجراءات السلامة. هيلاري كلينتون. قد تبدو فتاة عادية تسترخي بجانب البحيرة، لكنها هيلاري كلينتون عام 1969. لاحقا أصبحت هذه الفتاة وزيرة خارجية للولايات المتحدة الأمريكية ورئيسة لمجلس الشيوخ. فيلم جيوس. تم إنتاج هذا الفيلم في عام 1975، وهو واحد من أشهر وأفضل أفلام الرعب في التاريخ. وهذه الصورة توضح لنا حقيقة القرش الذي يظهر في ذلك الفيلم. قراصنة الكاريبي. إنها سلسلة الأفلام التي حظيت بشعبية كبيرة عبر العالم، وخاصة في الجزء الثاني منها. بدت بعض الكائنات في الفيلم مرعبة، لكن هذه الصورة تكشف حقيقتها. كانت ملابس الممثلين ووجوههم مغطاة بمستشعرات الحركة، وبعد ذلك تم دمج المشاهد الحقيقية مع صور ثلاثية الأبعاد. صورة قبل الشهرة. واثقون أنكم تعرفون هذا الشخص. لم يكن مشهورا في شبابه، لكنه حصل على شهرة لاحقا. إنه ويستون تشرشل. تم التقاط الصورة قبل 45 عاما من أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا، وقبل 62 عاما من حصوله على لقب أفضل رجل في تاريخ بريطانيا. وهنا لدينا صورة لشخص مشهور آخر في شبابه، إنه أبراهام لينكولن. إنه الرئيس الذي أنهى العبودية في الولايات المتحدة الأمريكية. لحظة الإنقاذ.
تم التقاط هذه الصورة على متن سفينة كاربيثيا، وهي السفينة التي أنقذت الناجين من غرق سفينة تايتانيك. كان ذلك يوم 15 من أبريل عام 1912. في الوقت الذي صعد فيه الناجون على سطح سفينة كاربيثيا، كان حطام التايتانيك قد غرق بالفعل. حطام السفينة يتآكل تدريجياً بسبب التيارات المائية القوية، وحسب الخبراء فإنه سيختفي كلياً بحلول عام 2050. الأولمبياد. تغيرت الألعاب الأولمبية كثيراً منذ انطلاقتها، وهذه الصورة القديمة تثبت ذلك. تعود هذه الصورة لعام 1908 في لندن. بدت الألعاب الأولمبية حينها مثل الرياضة المدرسية التي يمارسها الأطفال اليوم. خوذة الرأس. يتم الاعتماد على اختبارات التصادم لاختبار جودة السيارات، وخوذة الرأس قديماً كانت تخضع لاختبار مشابه تماماً كما نرى في هذه الصورة. كل ما يتطلبه الأمر هو جدار، خوذة، وشخص لديه الشجاعة الكافية. السترة الواقية. قبل حوالي 100 عام تم تجريب السترات الواقية من الرصاص بالاعتماد على أشخاص حقيقيين. والتر فريدريك موريسون. هذا الرجل هو مخترع لعبة الصحن الطائر التي يستمتع بها الكثيرون اليوم. تم التقاط الصورة في عام 1950. كنتاكي. الرجل الذي ترونه على يسار الشاشة هو كونونيل ساندرز، مؤسس سلسلة مطاعم كنتاكي، وبجانبه المغني الشهير أليكس كوبر. مضيفة الطيران. كانت معايير اختيار مضيفة الطائرة في السابق صارمة للغاية، وذلك ما تؤكده هذه الصورة. السن 23 سنة، الوزن 53 كيلوغرام، والطول 167 سنتيمتراً. قلب مدينة نيويورك. تبدو هذه الصورة عادية للوهلة الأولى، لكنها صورة قديمة لأشهر منطقة في نيويورك والمعروفة باسم تايم سكوير عام 1903. القبعات الكبيرة. إذا تجولت في نيويورك اليوم ورأيت شخصاً يرتدي قبعة كبيرة فسوف تعتقد أن مظهره غريب، لكن هذه الصورة من الأعلى تؤكد أن تلك القبعات كانت مفضلة لدى سكان المدينة. صديق تسلا. المعروف عن نيكولا تسلا أنه كان منعزلاً عن العالم وكان يقضي وقته بالكامل تقريباً في المختبر، لكن في هذه الصورة نرى تسلا قضى بعض الوقت مع صديقه الكاتب الشهير مارك توين. تم التقاط الصورة داخل المختبر أثناء إحدى التجارب. لم يكن توين كاتباً فقط، بل عالماً مهتماً بالكهرباء أيضاً. أول ملياردير. لم يكن هذا الشاب مشهوراً أثناء التقاط الصورة، لكنه أصبح لاحقاً أول ملياردير في تاريخ البشرية. إنه جون روكفيلر، مؤسس شركة ساندرد أويل، وهي أول شركة نفطية في العالم. لو حسبنا ثروته بقيمة العملة اليوم فإنها ستصل إلى 423 مليار دولار. ومن أجل المقارنة فإن برنارد أورنو المصنف كأغنى رجل حالياً تصل قيمة ثروته إلى 215 مليار دولار. الاختفاء الغامض. هذا الشاب هو مايكل روكفلر، وهو ينتمي لعائلة روكفلر التي تحدثنا عن أحد أفرادها للتو، لكن هذا الشاب لم يكن مهتماً بالنفط بل باستكشاف العالم. في عام 1961 زار مايكل غينيا الجديدة وهناك اختفى فجأة، وآخر صورة له تم التقاطها بين أفراد إحدى القبائل. الفردية الوحيدة تشير إلى أن مايكل أصبح وجبة لأفراد تلك القبيلة. استكشاف القارة القطبية الجنوبية. إنها صورة من الرحلات الأولى لاستكشاف القطب الجنوبي. الوصول إلى هناك صعب حتى اليوم، فما بالكم بصعوبته قبل عدة عقود. الازدحام المروري. تم تصوير هذا المشهد في السويد عام 1967 حين تم تغيير مسار القيادة من اليسار إلى اليمين. تجميل الأنف. يتم اليوم تجميل الأنف عن طريق الجراحة، لكن سابقاً تم استخدام أداة تشبه أداة تقويم الأسنان، حيث يتم تركيبها على الوجه لتعديل شكل الأنف تدريجياً. في عام 1944 تم بيع 100,000 نسخة من هذه الأداة. فتاة بمستقبل واعد. إحدى الفتاتين في الصورة أصبحت مشهورة ونالت جائزة نوبل أيضاً. الفتاة على اليسار هي الأم تيريزا التي حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 1979. إنها واحدة من أشهر الشخصيات عبر التاريخ. عربة القطار.
إنها عربة قطار جميلة من عام 1890. نتساءل لماذا لا يمكن تصميم عربات قطار بهذا الجمال في وقتنا الحالي؟ بداية تاريخية. هنا نرى كيف تم تصوير نص البداية في الجزء الخامس من سلسلة أفلام ستار وورز الشهيرة. في وقتنا الحالي يمكن إنجاز هذا العمل بواسطة جهاز حاسوب فقط. قبل الشهرة، قد تعتقدون أنها صورة عادية لمنسق أغاني أثناء حفل موسيقي، لكنها صورة للثنائي الشهير دافت بانك، وهما كل من توماس بانكالتر ومانويل دي هوميم، وقد كان ذلك قبل بداية مسيرتهما الفنية وقبل ارتدائهما للقناعين الشهيرين. الطريق نحو القمة. هذه ليست صورة عادية لمتسلق جبال. هذان الشخصان هما إدموند هيلاري وتينسينغ نورغاي أثناء تسلق قمة إيفرست في عام 1953، وهذه الصورة أثناء وصولهما إلى القمة. سائقة سيارة الأجرة. يعتقد البعض أن النساء بدأن القيادة في العصر الحديث فقط، لكن هذه الصورة من عام 1909 تؤكد العكس. إنها أول سائقة سيارة أجرة في باريس. الابتسامة الزائفة. هذه ليست صورة من احتفالات الهاليوين، بل إنها طريقة قديمة تم اعتمادها في ثلاثينيات القرن الماضي لتعليم النساء أن الابتسامة في وجه الزوج قد تساعد كثيرا في تجنب المشاكل الزوجية، وقد كانت طريقة فعالة. الغوص. لا أحد يستعد لتصوير فيلم رعب هنا. ما ترونه الآن هو قناع الغوص الذي تم استخدامه خلال الأربعينيات من القرن الماضي، والصورة التي تليها هي صورة لطاقم غواصة في عام 1908. إنها تذكرنا بالملابس التي ارتداها شيرك أثناء التسلل إلى أحد المصانع. أشهر المشاهد السينمائية. مشهد مارلين مونرو بثوبها الأبيض هو واحد من أشهر المشاهد في تاريخ السينما، وهذه الصورة النادرة تم التقاطها أثناء تصوير ذلك المشهد. مغسلة السيارات. مغسلة السيارات هي مكان عادي جدا اليوم، لكن في عام 1924 كانت مغسلة السيارات في شيكاغو مختلفة تماما. مسبح دائري ضخم يقود داخله السائق سيارته إلى أن تصبح نظيفة. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.